الساكن بين المدينة ومكة ويبعد عن المدينة مسافة 150 كيلومتر، من أين يحرم للعمرة؟ يحرم من منزله، يحرم من منزله ولو كان منزله دون الميقات، دون ميقات المدينة. قوله صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال: ومن كان منزله دون ذلك فمهله من أهله أو من حيث أنشأ. يحرم من مكانه، ميقاته مكانه بلده. نعم.